بستان على زندك دق الصلبان وفي قلبك مدنة وأدان على زندك دق الصلبان وفي قلبك مدنة وأدان مدنة وأدان عشان قبلت اسيبك هنا بعد ما فتواتك مشوا انك هتفضل لاوي دراعي عشان بنتي ورد. انت غلطان يا عبدون، انا اقدر امحيك بالسجن ده لو ما كانش بالموت. خلينا في الموت يا باشا، من مصلحتنا ومصلحة ورد ان امها تموت. لوزة تموت يا باشا، اختيار قدامك. بنتي هتعيش هنا في البيت اللي بنيته، ولو خدتها لاخر الدنيا والله هجيبك يا عبدون. واستنى ليه يا حجاب؟ ضربه ورتبت لها للمعسكر اللي في الحاره، والظاهر انهم بيحضروا لهم يعسكروا كمان في التجيه. كان لازم تشوف بنفسك. لما نقعد ويا عزه تاني نتكلم يا مولاي. انا داخل انام، شكله كده مش جاي الليله دي. اهو جه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده أنا قلت هاجي الاقي اللي روح واللي نام نام. يعني كنا هنستناك للصبح؟ بالمناسبة سبتلي خبر مش عاجبني. أصل أنا معايا ضيف. اتفضل يا سعد. مساء الخير. مساء النور. ده بقى سيدي وصيف. أهلا وسهلا. أهلا بيك. ودي أم هلال. اما ده بقى فعم حجاب اخو الشيخ الليسي. اخو الشيخ الليسي؟ مش انت اللي كنت واقف تبيع التكيه مع الخواجات؟ انت ابن اخت الباشا، هو ده اللي انت جايبه يا عزت؟ ايوه هو، بس هو ما عادش سعد عزيز ابن اخت الباشا، لا ده بقى سعد حسن المصري. عارف مين قتل ابوك؟ عرفت ان ابويا مقتول ساعه ما عرفت انا مين الحكايه يا عزت. صبرك يا حجاب، يمكن يكون مش كذاب. مين اللي قتل حسن؟ اللي قتله هو اللي قتل فيا الروح، وحول طفل بريء اتربى على ايدين الشيخ الليسي الله يرحمه الى مسخ منزوع الفؤاد والروح. وحش. بقولي ما تتفضل تقعد كده عشان ناخد راحتنا في الكلام. تعال تعال. سعد خلي اللي مصحيك لغايه دلوقتي. تعال يا سعد.
شكلك متضايق قوي. ما بحبش حد يلوي دراعي. ومين يقدر؟ بالنار قدر. وانت كنت موافق. انا اعتقدت ان حضرتك هتفهم الحكايه زي ما انا فاهم. مصلحه قصاد مصالح. وده اللي خلاك وافقت. بعد ما طلب مقابلتك وحضرتك وافقت. واعتقدت برضو انه الحجه اللي معاه بملكيه الحاره ليها دخل بموافقه حضرتك. يعني ايه؟ يعني لو كانت الحجه بملكيه الحاره دي تحت ايدينا فعلا ما كناش سمحنا له طبعا. انت بتقول ايه يا سعد؟ الحجه موجوده ما ضاعتش. الله، امال ايه اللي خلى حضرتك توافق؟ انا كنت فاكر ان ده اتفاقك معاه، عشان كده رضخت وانا مخنوق. وكان برضه لسه مخلص لنا حكايه التصدير دي. يعني حجه ملكيه الحاره موجوده تحت ايدينا فعلا؟ تسالني تاني يا سعد؟ طبعا موجوده اكيد. اهي شوفها دلوقتي، اهي الحجه، جدك استلمها من السرايا. الله، المكان كله مخصص لعيله خليل باشا. كده بالنار بقى يبلها ويشرب ميتها. يعني هترجع في اتفاقاتك معاه؟ لا، هنستمر لحد ما نستنفد اغراضنا، وبعدها نواجه بالحقيقه. الحجه بتتكلم عن الحاره بكل ما فيها، بما في ذلك التكيه. يعني كده الحجه اللي مع برنار ملهاش اي لازمه، باطله. وانا مندهش. انا مندهش. ازاي حضرتك بذكائك المعهود ما ادركتش ده من الاول؟ عمال تضايق في نفسك وتضايق في نفسك وانت ماسك مزمار رقبته؟ لا يا خالي، لا. ريحتني يا سعد. اسمح لي بقى احتفظ بالحجه دي في مكان تاني بعيد عني انا خالص، في خزنه الشركه الجديده. وماله هنا؟ بقالها سنين طويل. هنا في تعابين صغيره بتلعب لحسابها. يعقوب ويوسف وعبدون. عبدون علاقته بالنار؟ لا لا، انا ذهني راح لحاجه تانيه. شكل عبدون مضايقك في حاجه. لو مضايقك قول لي وانا مستعد اخلص منه بعيد عن هنا خالص. بس قول لي اعمل ايه؟ من غير ما اقول لك يا سعد، انت فعلا تقدر تخلص منه بعيد عن هنا خالص. انت عارف ان انا ما كنتش راضي عن انه يفضل هنا، واتضايقت اكتر بعد ما خليته شيخ حاره. انا كنت فاكر ان الميري هيأيده ويلخمه. بس ايه؟ قول لي انت الاول، ايه اللي بتفكر فيه؟ انا بفكر في ان رجالته اللي هو باعهم مقابل انه يفضل هنا شيخ حاره نرجعهم. نرجع الفتوات؟ لا، مش هيبقى اسمها كده، نرجع الفتوات برضه معقوله. لا، بس هم دول اللي باعهم عشان يفضل نشتريهم، فهم يخلصوا منه بايديهم. دي فكره خطره، هتبقى مش مفهومه بعد ما طلبنا نقطه بوليس هنا. لكن فكرة. سيب بقى تبرير ده للمأمور أو اللي بيشغلوه عليا. وافق يا خالي، وثق في تفكيري. تصبح على خير. خير يا عثمان؟ لا ابدا، بس في حاجه كده حابب احكيها بيني وبينك. انا مش اهبل يا كل نار. انت فاكره اني مش عارف لعبه سعد؟ تقصد ايه يا عثمان؟ عرفتي اصله من اول لحظه، قلبي كان حاسس. ما استنيتش. صباح الخير يا خالي. حصل يا رب، يا رب نجي، يا رب يا رب احرسه يا رب. ايه
ادخل. صباح الخير يا سعد. صباح الخير يا شكرت. ايه ما شفتكيش على الفطار النهارده؟ اصل انا ما نمتش غير لما اطمنت انك رجعت ودخلت اوضتك كمان. اه ده كان قرب الفجر تقريبا. في حاجة يا شكرت؟ طنط قالت لي على كل حاجة. اه فرحت بس اترعبت. مش فاهم. فرحت يا سعد عشان حسيت انك اخيرا لقيت روحك الحقيقية اللي انت طول عمرك بتدور عليها. يعني مش متضايقة ان سعد عزيز، سعد بيه عزيز، حفيد خليل باشا وشهاب باشا الاسيوطي، طلع في الاخر ابن حسن الخضري. بقول لك فرحت يا سعد بس في نفس الوقت حسيت ان الموضوع اتعقد قوي. انا مش عارفه انت هتواجه كل ده ازاي يا سعد. خالي مش سهل ولا عبدون سهل. انت عارف هم مستعدين للشر قد ايه. متقلقيش يا شكرا. انا بس حاجه واحده هي اللي قلقاني. خففي من قلق خالتك. ممكن لولا اني خايفه تفهمني غلط كنت قلت لك ابعد عن هنا اسطنبول. ما ينفعش يا شكرا. هنا اهلي اللي كنت بدور عليهم. هنا اسمي اللي ما كنتش لاقيه. لو ممكن انت تاخدي خالتك تسافروا بعيد عن هنا هو ده اللي هيساعدني. ساعدك؟ لا يمكن هترضى. وانا استحال ارضى ان انا ابعد عنك في موقف زي ده. يبقى سيبيها على الله بقى. سيبيها على الله. شكرا. شايلتك همي. انت يا ريتك يا سعد. يا ريت يعني ترجع تقول لها ماما زي ما كنت بتقول زمان. أنا دلوقتي بحس إنها أمي أكتر من أي وقت فات. خلاص أنا مبقتش طايق الراجل عثمان ده. إحنا لازم نمشي من هنا. بالراحة على نفسك يابا. حصل إيه تاني؟ مش عثمان ده اللي بيبنى؟ عثمان باشا. اسمعي يا ورد، لازم تعرفي حاجة. العداوة اللي بقت بيني وبين الراجل ده ممكن تخليه يعمل أي حاجة ويقول أي شيء. اوعاكي تصدقي يا ورد. يا عم يقول إيه ويعيد إيه؟ أنا مالي بيه من قصر. أيوة أنت مالك بيه. أيوة أنت بنت أنا. محدش له دعوة بيكي غيري. محدش يحميكي غيري. بعمارة جنيهات الذهب ياب. هردها له العجل ابن العجل ده. عايزني أصدقك؟ خلاص ما دام انت مش عايزها خلاص. بس بشرط نمشي من هنا. هنعيد تاني؟ مش ده كان طلبك؟ ودلوقتي بقى ما بقاش طلبي. عشان ابن الجزار؟ ولا ابن الجزار ولا ابن الحمار. يابا ما انا لازم افهم اللي بيدور حواليا. في الاول انا طلبت منك نمشي. انت رحت للباشا وقعدت تترجاه وخلاك تقعد وخلاك شيخ الحاره ودلوقتي بيبني لك بيت جوه السرايا ودلوقتي انت اللي عايز تمشي. ما يابا انت لازم تفهمني انا مش بهيمه انت تفضل صاحبها وراك. انت تفهمي اللي انا بقوله بس. ومفيش خروج من البيت ولا تقابل عساكر ولا ابن الدالي ولا اي حد. فاهمه؟ مين؟ انا شحاته شحاته. عايز ايه شحاته؟ سعد بيه طلبك حالا. طب روح دلوقتي. لا ده يوسف بيه مستني هناك وقال لي رجلي على رجلك عشان البي مستنيك في مكتبه وبعت لك التومبيل. التومبيل؟ روح انت يا يوسف دلوقتي عشان تلحق قطر اسكندريه وترجع لي في نفس اليوم. ده يبقى احسن بكتير يا سعد بيه. لان انا من ساعه ما رجعت من لندن وابويا ما بيحبش يبات لوحده. ما بيحبش يبات لوحده ليه بقى؟ بيخاف يبات في الحاره لوحده. ده الحاره كلها في حمى المعلم عبدون شيخ الحاره. كلنا في حمايتك يا سعد بيه. اتفضل يا معلم اقعد. بعد اذنك انا بقى اسلمك. ايه يا يوسف
مش تسأل المعلم يشرب ايه وتأذن لنا بيه وانت خارج؟ قهوة سعادتك عثمان لي. خليهم اتنين يا يوسف. حاضر يا سعد بيه، بعد اذنك. اهلا يا معلم. اهلا بيك يا بيه. هو انا كنت صاحب فكرة ان زمن الفتوات ينتهي ونجيب بدلهم نقطة شرطة، بس ده مش موقف معاك ولا حاجة، لا ده لحماية مصالحنا ومشاريعنا الجديدة. حقكم يا سعد بيه، ولو اني يعني انا كنت براعي مصالح الباشا، وعشان كده خلاني شيخ حارة، والدليل موجود اللي حصل في الحارة. مظبوط، وده اللي خلاني افكر تاني يا معلم. ثبت ان نقطة شرطة في حارة زي دي مش هو ده الضمان. الحارة مش سهلة يا معلم، ومحتاجة تعامل من نوع خاص زي ما قلت لك قبل كده في الرابع مرة. انك تاخدهم بالراحة يعني؟ لا، بالراحة دي لعبة صغيرة من ناحيتي انا، لكن في نواحي تانية يا معلم ما ينفعش معاها ولا الهدوء ولا الميري. يعني مثلا هم هربوا واحد ممكن يكون اخطر واحد في الجبل على مشاريعنا وعلى مصالحنا، والبوليس ما قدرش يطلع اي حاجه من الست اللي كان ماسكها، ولا هي ولا اللي كان معاها. قصدك عساكر اللي انت خرجتها هي واللي معاها؟ كان لازم اخرجهم يا معلم، طالما ممتاز بيه ما قدرش يوصل معاهم لنتيجه. كويس يا بيه، فاهم انا. انا هسايسهم، بس في نفس الوقت هبقى محتاج لشغل تاني غير شغل انا والمامور. شغل العين الحمراء اللي كان بيجيب معاهم نتيجه زمان يا عبدون. لا عندك يا بيه، انا كده تهت. تقول ليه يا عبدون؟ انا بطلب منك ترجع رجالتك تاني. قلت ايه يا بيه؟ افهمني. اقعد وافهمني كويس يا عبدون، واعتبر اللي بقوله ده طلب الباشا مش طلب انا. الباشا ما بقاش عاجبه شغل المأمور والمقطع، وخايف على شغله في الحارة. ماشي، ده قول الباشا. وبعدين؟ ولا قبليه، بناء عليه هترجع انت شوية من رجالتك شوية هدول، يكونوا جاهزين لأي تعليمات سرية. اعتبر الكلام ده اتنفذ. لا أنا مش عايز هزة وقلق، ولا في الحارة ولا في النقطة ولا في شغلي. لا يا عبدو، ما قلنا كلام الباشا أوامر. أنا أقصد يعني مش عايزك ترجع لي الجيش والهلومة اللي كانت معاك دي يا عبدو. عايزين كام واحد بالعدد؟ لا ما يجوش كلهم، يعني كفايه هيمه والنون ودعيدر والحمامي والخوص. لا 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 لا، كتير كتير. كفايه هيمه والنون ودعدر. تقصد سعادتك دعيدر؟ ولو ان الخمس والحمامي عيال زي الفل. خلاص بقى يا معلم، قلنا هم الثلاثه دول. ماشي، اوامرك يا باشا. من غير ما حد يعرف انها اوامري، عشان اعرف امشي شغلي وامشي الحارة يا عبدون. يا سبحان الله. ايه يا معلم؟ تصدق بيه، انا كنت خلاص ههج من الحارة. معقولة؟ بس دلوقتي خلاص سعادتك رديت لعبدون اعتباره، من هنا ورايح اعتبرني دراعك اليمين لغاية اخر عمري. شوف التلاتة امتى يا معلم؟ الليلة يا باشا. بعد نص الليل. طب فين تحب سعادتك؟ ايوه. ازيك يا جو؟ اهلا اهلا. خطوة عزيزة سعادة بيه، اتفضل اتفضل. ايه صحيتك؟ لا ابدا، زي ما سعادتك شايف انا قاعد شغال، وابويا بس هو اللي نام. تلاقيه صحي ومطرطق ودانه كويس عشان يسمع انا جاي اقول ايه. بس انا متاكد انه يحافظ على اسرار شغلي زيك كده. اصل انا بزعل وزعلي بقى وحش. انا بواجه غيلان في السوق، ومشروعي هنا مهدد من الجرابيع يا يوسف. لا ابدا، اطمن يا سعد بيه. طيب تاخد بقى عربيتي وتروح العنوان ده قدام الحسين على طول. دلوقتي؟ لا، اسألني هتعمل ايه بدل ما تقولي دلوقتي، كأني بطلب منك ترجع لندن ماشي. طب ايه اللي مطلوب مني ساعتك بالظبط؟ هتروح العنوان ده هتجيب عبدون واللي معاه. عبدون واللي معاه؟
ما تسألش يا يوسف، ما تسألش، ده شغل ترتب للسيطرة على أمور الحارة اللي بدأت تسيب مننا. أفهم من كده إنه هيرجع الفتوات تاني؟ يوسف، الحارة بقت بتهددني زيها زي وحوش السوق والمأمور وعساكره، بقوا زي عدمهم بالظبط. أوامرك يا سعد بيه. ما سألتنيش يعني هتجيبهم لي فين؟ سعد بيه يا سي يوسف. انا نفذت اوامره وخلاص يا معلم، هو بقى يجي وقت ما يحب. معلوم. يا معلم. يا نعم. اصل بصراحه يا معلم احنا مش مصدقين اننا نرجع نعيش هنا تاني في الحته، خصوصا بعد اللي حصل لنا لمؤاخذه. أنا مش قلت بلاش كتر كلام ملوش عازة ونستنى البيه، ولا أنا غلطان بقى اللي اخترتوكم؟ أهلا أهلا بالرجال دول، بقى أخلص رجالة المعلم على طول. ده هيدر وهيمة والنون والباقي موجودين تحت الإشارة، ولو حبيت اجمع لك كل فتوات مصر عتيقه المهم لك في ثواني. اهلا بالرجاله. قلت لي اسمه دعدور. ده عيدر يا بيه، ده عيدر. اهلا ده عيدر. اهلا. وانا هيما بيه. اهلا يا هيما. وانا النون يا سعاده البيه. النون. اسمك النون؟ اسمي عبد المهيمن، انما من وانا عيل صغير بينادوني بالنون. عظيم عظيم. تأمرهم بحاجة يا سعادة البيه؟ سبق وبلغتك. برضو نسمع من جنابك. لحد دلوقتي مش مطلوب منهم اي حاجة، يسمعوا ويشوفوا كويس بس لا يمدوا ايديهم على حد ولا يتدخلوا في حاجة لحد ما انا اقول. طيب كلامك اكيد على رقابيهم، انما انا معلمهم، انا شيخ الحاره، هيبقى شغلي معاهم ايه بقى؟ مهامك محفوظ يا معلم. امال هم هتوصل لهم اوامر ازاي الا منك؟ كبركم وشيخ الحاره وصاحب الفضل في الغرفه. يوسف، اوامرك يا سعد بيه. هتاخد الرجاله وترجعهم المطرح اللي جبتهم. ليه بس يا بيه؟ انتوا هتروحوا بس وهتيجوا بكره الصبح تدخلوا الحاره وكده والناس صاحيه، عايزهم يشوفوكوا وانتوا راجعين. بالي ده احسن من منظركم وانتوا خارجين والقلب بتتكسر وراكم. ولا ايه يا معلم؟ رجع يا ناس، رجع يا خالد.
الاسود وطلعوا انت دول. بلغ المعلمة ست ورد، رجالته وصلوا حسب الاوامر واوامر معلمنا وشيخ الحارة على راس الكل. استنوني في مكتب شيخ الحارة، دكاني عوب سابقا ومش عايز لبش، خلونا نقعد ونشوف شغلنا الاول. انا عايز افهم بقى ايه اللي جابهم هنا دلوقت؟ رجالتي. رجالتك بس ده لما انت كنت الفتاوة، لكن دلوقتي خلاص بقيت شيخ الحارة وتابع للحكومة، وما تنساش بقى ان الحكومة دي هي اللي مشيتهم من هنا وكانت هتمشيك معاهم. ولد هي ناقصة ايه اللي جابهم دلوقت؟ هفهمك، بس بطالي تدوقي في ابوكي كده. لا مؤاخذة فهمني بقى. هما صحيح لما جم سلموا على البيه المأمور، انما هما جايين بأمر من سعد بيه من الاخر كده. سعد بيه؟ عارفة ليه؟ عشان عرفوا ان ليه حق. هما مش قادرين يحكموا الحارة، لا سعد بيه ولا عثمان باشا ولا الحكومة بعساكرها. عشان تعرفي قيمة ابوكي يا بنت عبدون افهمي بقى. بس انا مش مصدق سعد بيه اللي طرادهم يقوم يرجعهم بايديه. يا سبحان الله، ما انا لو كنت انا اللي رجعتهم كان زمانه طردني قبل ما يرميهم او كان حبسنا كلنا. الله، بكلم هند انا، ما تفهمي بقى. افهم ايه بقى؟ ما خلاص ياب. ايوه خلاص خلاص يا ورد، ابوك دلوقتي رجليه ثابته واللي جنب في ايده خلاص. لا تقولي لي بقى اهج ولا امشي من هنا، وعلى يدك انا بعظمه لساني قايل لك عايزين نمشي من هنا، انما هم بقى اللي مسكوا فيا. شفتي؟ هتغدى ابوك ايه النهارده يا جميل؟ واد يا خلف تعالى يا واد اعمل معانا استباحه. تعالى استباحه ايه؟ ده استباحه مطير الطير. مالك يا خلف؟ مالك في ايه بتزعق الصبح كده؟ سيبك منه، ده باين عليه مجنون. ايوه اتجننت لما شاف التلات تيران داخلين عليه بالنبابيت. انت بتتكلم عن ايه يا راجل انت؟ الافتوات رجعوا يا عساكر. رجعوا؟ رجعوا فين؟ هنا، كانوا واقفين من شويه تحت بيت عبدون بيستنوه، وقال لهم استنوني في المكتب. يا مصيبتي. طب يا ابني ما يمكن جاءوا لزيارتي فقط. بقول لك شايلين النبابيت وفاتحين صدورهم على الاخر يا شيخ حميدي. في ايه يا اخوانا كفال الشر؟ الافتوات رجعوا على فندق. ده مستحيل، ده شيء لا يسمح به السيد المأمور ولا حتى شيخ الحارة المعلم عبدون. واذا كانوا واقفين في انتظار عبدوني على فندق وحسب اوامره جم وشرفوا. في هذه الحاله يبقى نويلوا على الغدر والشر. ما هو ضحك عليهم واداهم بومبا وقعد هو. شر ايه بس يا شيخ حميده؟ اذا كان بيقول لك جايين باوامر منه يتحرقوا مع بعض. يلا يا علي. ليه يا سي حصري؟ ما يروح علي عند حبيبه المأمور ويبلغه. مش العسكر دول في الاصل جم الحارة علشان يمشوهم؟ علي لا هيروح ولا هيجي، وما تلقحيش كلام علينا يا عساكر. ما بقاش كلام ولا تلقيح كلام يا حصري، ده باب جهنم وهيتفتح على دماغاتنا كلنا. قلنا ملناش دعوة، يلا بينا على الديوان بتاع. محدش هيبقى بعيد عن اللي هيحصل. المأمور وعينه علينا على طول، والعسكر الانجليزي هم بقوا على طرف الحارة، واخر حاجة ايه؟ فتوات عبدون ويرجعوا من تاني. ما تهدي شوية بقى يا ست عساكر وما توليهاش. استني شوية لما نروح نفهم ايه الحكاية. سلام عليكم. يلا يا ابويا. يلا يا. انا مش هستنى، مش هستنى، انا هروح للمأمور واساله، هقول له ايه صفته اذا كان شيخ الحارة بيرجع له الفتوات اللي قدام بتوع عيني عينك. زعزوعة خد بالك من القهوة، انا رايحة له. رايحة لمين يا عساكر؟ للمأمور. الرجال اللي هنا بأمر الحكومة وجايين يسلموا على المأمور. ازاي؟ ما هي الحكومة دي هي اللي امرت بانهم يمشوا، وحسب اوامر البيه رجعوا مطرح مكانه. انو بيه اللي انت بتتكلم عنه يا شيخ الحارة؟ سعد بيه. وسعد بيه يعني اوامر الباشا، واوامر الباشا تمشي على الكل، على المأمور وعلى شيخ الحارة وعلى الجن الازرق. لسه ما فهمتيش يا عساكر، سعد طبعا هو اللي بعد جابه هيما ودعيدر والنون. فاكرة؟ ايوة طبعا فاكرة، دول اللي قتلوا حسن ليلتها. مش احنا اللي حكينا له على اللي حصل لابوه وقلنا له عليهم بالاسم؟
رجعهم عشان يبقوا تحت عينيه لحد ما ياخد طاره منهم. لكن ايه يا عم جاد؟ ايه اللي يضمن لنا انه ينفذ اللي في دماغه وساي؟ ايوه طبعا معك حق، ده ممكن يتكشف قبل ما يلحق يعمل اي حاجه. تفتكر انه غلط اني قلت له على الحقيقه يا عساكر؟ قد من المغزى سعد بيه، كنت عايز حضرتك كده في كلمتين. يا طاهر اتفضل. الفتوات رجعوا والناس مش مصدقه روحها، واللي جنن اكتر ان شيخ الحاره بيقول ان دي اوامر سعادتك. اللي رجعوا دول مش فتوات يا طاهر، بس النبابيت في ايديهم هيرموها. هما راجعين ليه؟ خلينا في المهم، في حد منهم مس اي حد منكم شر؟ يا بيه دول هما الشر نفسه يا بيه. اسمع طاهر، لو اي حد منهم قرب من اي حد منكم او ضروا في رزقه او مس كرامته تبلغوني على طول، مفهوم؟ شايفه الناس جريت زي فراخ تنام من بدري يا عساكر. اهدى شويه يا طاهر. اهدى؟ انت اللي بتقولي كده يا عساكر؟ هو مش سعد قال لك لو حد منهم مس مخلوق في الحته تبلغه؟ وانا بقى عايز اجرب كلامه ده عشان اعرف اخره واخره اللي محيرنا ده، نعرف اخرته ايه. تقصد ايه يعني؟ اقصد اني مش هروح غير لما اخبط في حد منهم النهارده. اسمع يا طاهر، عايز اشوف البيه هيعمل ايه يثبت لنا. يلا يا واد شط. حاضر يا معلم. انا الفتوة يا دي انت وهو، انا الفتوة. يا ورد يا بنت اكبر كبير، انا رجعت سيدي الحاره سيدهم كلهم. هم اللي بيلعبوك يا معلم زي القرداتي ما بيلعب القرد. قرداتي بيلعب القرد؟ لا انا ما اتخلقش اللي يلعب بيا، انا كبيرهم اللي بيجروا عليه. لا كبيرهم ولا كنت. اخرس يا بنت لوزه. انت بنت لوزه؟ انا 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 قلت كده؟ يا ما مش امك كان اسمها عديله ولا انا نسيت؟ اه صح، امك عديله، انت بنت عديله. لوزه دي تطلع مين؟ عامه لوزه جوزه ما فرقتش، اهي ماتت وسابتني في الهم اللي انا فيه. كل ما اقول خلاص هنمشي يطلع لي عفريت. نمشي؟ نمشي فين؟ ده انت هتبقي ملكه الحاره وحيجي يوم الباشا يبوس ايدك. مفيش باشا بيبوس ايد بنت خدامه. انا مش خدام يا بنت. وكمان بتضربني؟ طب انت شايفني تاني وانا ماشي. استني استني يا ورد، ما يبقاش دماغك ناشفه زي ابوك يا بنت. فاهم حد حاجة يا طارق؟ أنا رايحة أبات عند عساكر. طب اهدي كده بس وبعديها أوصلك الرب. والمعلم راح مزغلي العينات ده وفكر يبيعك، كان لازم تسمعي كلامي. هي سهله قوي يعني كده، كنت هروح فين؟ عاوزها تروح فين من ورا ابوها يا ابن الدالي؟ وده جه منين ده كمان؟ ان شاء الله انت جاي ورا من الحاره ده علي. دي خطيبتي ودافع مهرها غالي قوي 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 يا جربوع. اوه بيوتيفول جيرل. يا
عنا هي كده يا سعد. دول اللي قتلوا ابوك. سعد ما بتردش عليا ليه؟ ساكت ليه وسايبني اتكلم؟ يا حبيبتي كان لازم يرجعوا. امال حق حسد المصري هيرجع ازاي؟ وكده هيرجع ازاي؟ فهمني هيرجع ازاي؟ هيرجع. انا مش فاهمه حاجه، مش فاهمه حاجه خالص. سعد عشان خاطري يا ابني ما تخلينيش قال عن نفسي كل لحظه ان انا قلت لك. هم قالوا لي قبلك يا امي. سعد، سعد يا حبيبي انت مش هتقدر تقف قصادهم ولا قصاد خالك عثمان. انا واعي لكل خطوه بخطيها. ليه كده بس يا ربي؟ ليه يا ابني تحبس نفسك في اللي حصل زمان؟ ليه تحبس نفسك في الماضي الاسود؟ بص قدامك، قدامك وبس. ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي يا امي. أنا روحي اتحررت خلاص، عرفت أبويا وأهلي اللي كنت فقدت الأمل في إن هم يكونوا موجودين، عرفت إن البلد اللي شاركت في سرقتها وخيانتها، عرفت إن دي تبقى بلدي، عرفت بلدي يا أمي زي ما عرفت أبويا وأمي. بلاش تهز ثقتي في إني بقيت أقوى وإني أقدر أواجه كل ده، بلاش يا أمي. أنا اتحطيت على الطريق الصح خلاص. لو تسمحي مين احنا اللي هيتاكلوا
تسمحيلي لو تسمحيلي قول الزمان عشنا من اول الاحساس لما خلق ربنا دنيا الحياه للناس قول الزمان عشنا من اول الاحساس صحرا وابيك شاف القمر طلعتك عشق السكن فيك